تقدير القيادة السياسية ممثلة في خامس الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبها الفريق علي المحسن الأحمر، وهي كذلك لكم منا في الحكومة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن داود. الحاضرون جميعا، اليوم نحتفل بمناسبة الذكرى السادسة ثورة فبراير المجيدة في مارب التاريخ والحضارة، في مارب البطولة والفداء، في مارب الأرض والإنسان الذي أبوا ألا يركعوا ولن يركعوا إلا لله عز وجل. واسمحوا لي في هذا اليوم في هذه كلمة الموجزة وهي عبارة عن نقاط أن أبدأ بمقولة للعظيم نيلسون مانديلا، تقول هذه المقولة: العبيد فقط يستجدون الحرية لكن الأحرار يصنعونها. هكذا قال نيلسون مانديلا. وفي مقولة أخرى تقول: لو أبطرت السماء حرية لرأيت العبيد يستخدمون المظلات. عشت أحرارا في هذا الوطن الحر العزيز الأبي في اليمن وفي كل اليمن وفي محافظة مارب. الذكرى السادسة لهذا الشهر فبراير، فإننا نتحدث عن معاني عظيمة خرج من أيدها الشباب اليمني، ولهذا ستظل هذه الدورة متجددة، وما يحدث في هذه الأيام من انتكاسة بسبب تدخل ميليشيات الحوثي ومن يتعاون معه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، للأسف الشديد إنها إلا أسابيع وشهور وتعود الحياة إلى وضعها الطبيعي، وتعود المؤسسات إلى وضعها الطبيعي، وتعود الشرعية إلى صنعاء. إن انتصاراتكم اليوم في جميع الجبهات، وانتصار الجيش الوطني والمقاومة في كل الجبهات، إنما هو دفاع على هذه المؤسسة وعن أهداف ثورة. فمهما تحالف والظلام ومن يتعاون معهم، لا بد لهذا الليل أن ينجلي، ولا بد أن تعود الجمهورية إلى لقها، ولا بد أن هذا الظلم الفاتح المتمثل في ميليشيات الحوثي أن ينتهي. ختاما، أيها الحاضرون جميعا، أدعو كل القوى السياسية أن تعي الدرس جيدا، وأن تمكن الشباب من الإسهام بفعالية في بناء اليمن وإدارة الشؤون. أدعو أن يترك فرصة لهذا الشباب أن يسهموا في بناء اليمن. وختاما، ندعو بالرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء لجرحانا الميامين، والحرية للمختطفين في سجون الكهنوت والظلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.